حقيقة طلاق رزان مغربي من زوجها وارتباطها بمصمم الأزياء أحمد عبد الله. أثار مصمم الأزياء أحمد عبد الله ضجة كبرى على السوشيال ميديا بعد نشره مجموعة صور تجمعه بالنجمة رزان مغربي، ومنها صور وهو يحملها وصور أخرى ممسكا بيدها، وعلق عليها من خلال حسابه على انستجرام وكتب: مهما كانت الظروف والأحداث استمتع بوقتك مع أقرب حد ليك. وتباينت الآراء حول الصور، فالبعض تساءل إن كانت رزان انفصلت عن زوجها من دون الإعلان عن ذلك الأمر، أما البعض الآخر فدافع عنها وأكد أنهما أصدقاء وأن صورهما تدل على قوة علاقتهما. وكان لرزان أكثر من إطلالة من قبل مع مصمم الأزياء أحمد عبد الله، فقد نشر مصمم الأزياء المصري مجموعة صور جديدة للفنانة اللبنانية رزان مغربي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت مغربي بفستان أسود من الستان طويل بأكمام وله فتحتان من الجانبين بدون بطانة. كما اعتمدت الفنانة على شعر ويفي بسيط باللون الأشقر مع مكياج سموكي وأحمر شفاه صريح. كما قدم مصمم الأزياء المصري أحمد عبد الله مجموعته لعام 2020 في أسبوع العروس المصري بتشكيلة مستوحاة من ورق حول البونبوني بإطلالات عصرية للنساء والرجال. وأثناء تقديمها للعرض ظهرت النجمة رزان مغربي بفستان من نفس مجموعة أحمد عبد الله باللون الأبيض مع تصميم مبتكر، وصفه المصمم بأنه كان يريد إظهار لفة حلوى البونبوني بشكل واضح من خلال هذا الفستان. ورغم اعترافها أنها لا تحتفظ بالكثير من أزيائها في خزانتها، لكن الغريب أن رزان مغربي لديها ما يقرب من 18 فستان زفاف في خزانتها الخاصة، حيث لا تزال رزان مغربي تحتفظ ببعض فساتين الزفاف التي ارتدتها في بعض أعمالها الفنية وعروض الأزياء، ومن المؤكد أن فستان زفافها واحد منها، والذي كان يتميز بستايل خاص حيث اعتمدت رزان على ستايل الفستان القصير البسيط أثناء زفافها. وكان مصمم الأزياء أحمد عبد الله قد أثار جدلا كبيرا منذ شهور بعلاقته بالفنانة ريم البارودي، إلا أن الأخيرة خرجت ونفت كل ما تردد حول وجود علاقة عاطفية تجمع بينهما. وأوضحت ريم البارودي وقتها أن أحمد عبد الله يعد واحدا من أقرب أصدقائها وأنها تحب تصميماته. يذكر أن أحمد عبد الله كشف من قبل عن ارتداء رزان مغربي أكثر من 25 فستان من تصميمه، معبرا عن سعادته بالتعاون معها.